أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء والأمراض كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزلها على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه. فمن لا يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. ومن هذا المفهوم فهذه رقية بآيات الله وأدعية اخترتها لأخوات المؤمنات خاصة ممن ابتلين بمرض سرطان الصدر والثدي، والذي يموت بسببه سنويا أكثر من 500,000 امرأة. ناهيك عن من بترت صدرها، أو من تلقت علاجا كيماويا أو إشعاعا أو غير ذلك. ولعلمي بقوة كلام الله وتأثيره وقراءتي لهذه الرقية، وقد ظهر نفعها وتأثيرها، أحببت أن أضعها لكل مبتلات تسمعها أو تقرأها أو تقتبس منها، مع العلم أنه ليس فرضا أن تكون هذه هي الرقية بنفسها، وليس شرعا، وإنما هذا ما اخترته من آيات وأدعية تناسب حال هذا المرض. اللهم يا من أنزلت من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا من إذا مرضت فأنت الذي تشفين، يا من تصيب برحمتك من تشاء ولا تضيع أجر المحسنين، يا من قلت لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يا لطيف لما تشاء، يا لطيف لما تشاء وأنت العليم الحكيم. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استشفيت به شفيت، أن تصلي وتسلم على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا من تكفلت بالخلق أجمعين، يا كاشف كل مكروب، يا كاشف كل مكروب، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من بلوت الخلق، يا من بلوت الخلق وأنت ترفع البلوى، يا سامعا لكل شكوى ونجوى، فرج همومنا، فرج همومنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل دعاءنا.
اللهم إن لكل داء دواء، ونعلم أن كلامك خير دواء، وتضرعنا وتذللنا ودعاءنا سبيل فرج وشفاء. اللهم ابتلينا بمرض السرطان، مرض الأورام، مرض الآلام، مرض الأحزان، وكان منه سرطان الثدي والصدر يا قوي يا متين، فأهلك النساء وعاث في الأجساد والأرواح الفساد حتى كان منه الوفيات. فاللهم ارحماك رحماك بإمائك المؤمنات الصالحات، رحماك رحماك بإمائك المؤمنات الصالحات التقيات العفيفات الطاهرات القانتات العابدات الصابرات المحتسبات. فقد أفسد سرطان الصدر عليهن معيشتهن وأجسامهن، فعشن في خوف عظيم وحزن شديد وألم قوي مستمر، قد يئسن من علاج البتر والقطع والإشعاعات والكيماويات، ولجأنا إليك بالتضرع والبكاء ورفع الأكف بالدعاء، وقد علمنا أنك تجيب دعوة المضطر، وأنك أنت الذي تكشف الضر، وأنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا، وأنك أنت الذي أضحكت وأبكيت وأسعدت وأحزنت. لجأنا إليك بتوبة نصوح من كل الذنوب والخطايا، راجين عفوك ورضاك. فاللهم تقبل دعاءنا ودعاءهن، وفرج كروبهن، واشف صدورهن، واشف صدورهن. اللهم إنا قد علمنا أن هذا المرض يكون بسبب عين وحسد، ويكون بسبب سحر ومس شيطاني، ويكون بسبب وراثة وفيروسات وإشعاعات وأدوية وهرمونات، وأول الأسباب ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في شكرنا لنعمك التي لا تعد ولا تحصى. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، جدها وهزلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن سرطان الصدر وأورام الصدر الله يشفيك. بسم الله أرقيك والله يشفيك، من كل داء يؤذيك، ومن سرطان الصدر وأورام الصدر وآلام الصدر الله يشفيك. اللهم ابطل كل سحر سرطان على الصدور، اللهم ابطل كل سحر سرطان على الصدور، اللهم حل عقد السرطان من الصدور، من الصدور ومن الآباط، ومن الآباط. اللهم ابطل سحر الجان وسحر الناس من الصدور، اللهم حل كل عقدة وربط على صدرها، اللهم حل كل عقدة وربط على صدرها، يحرمها من زوجها ويحرم زوجها منها، يحرمها من زوجها ويحرم زوجها منها. اللهم اخرج كل عين وحسد أصابتها في صدرها، اللهم اخرج كل عين معجبة على صدرها،
اللهم اخرج كل عين معجبة وكل عين زانية أصابت صدرها في زواج أو مناسبة أو معصية أو من أقاربها أو من محارمها أو في عملها ووظيفتها ودراستها أو في خروجها وسفرها اللهم اخرج كل عين معجبة اللهم اخرج من صدرها كل عين معجبة وكل عين حاسدة اللهم اخرج كل عين معجبة وحاسدة أصابتها في صدرها اللهم اخرج أعين الناس ونظرات الناس اللهم اخرج أعين ونظرات الجان من صدرها اللهم أبطل وخزهم وطعنهم وحسدهم اللهم أبطل ما أصابها في صدرها من جنية ساحرة اللهم أبطل ما أصابها في صدرها من جنية حاسدة حاقدة على جمالها وعلى صدرها وعلى جسمها وعلى إرضاعها اللهم ابطل ما أصابها من جني عاشق متسلط بعينه وحسده وسحره ليمرضها ويكيدها اللهم حل كل الأورام السرطانية في صدرها وتحت آباطها اللهم اشف صدرها من كل الالتهابات وأذهب ما فيه من الأورام وطهر ما فيه من الخراريج وجفف كل إفرازات صديدية يا رب العالمين وجفف كل إفرازات صديدية في صدرها يا قوي يا متين اللهم وأذهب انتفاخ صدرها وتحجر صدرها واحمرار صدرها اللهم أذهب آلام الصدر عنها بالكلية يا أرحم الراحمين اللهم اشفها من الالتهابات المستمرة اللهم اقض ما أصاب الأوعية الدموية والأنسجة والأوعية الليمفاوية وغدد الإبط والصدر يا رب العالمين اللهم اقض ما أصاب غدد الإبط والصدر وغدد إنتاج الحليب اللهم اشفها من سرطان القنوات وسرطان الفصوص اللهم واشفها منه يا رب العالمين اللهم يا قوي يا متين يا من أنزلت كلامك شفاء لما في الصدور بل وتشرح به الصدور وتنور به الصدور اللهم اشرح صدرها ونقه من السرطان اللهم اشرح صدرها ونقه من كل الأورام اللهم ونقه من الأورام وصفيه من كل الأورام
الأورام. اللهم واشف صدرها شفاء لا سقم بعده ولا مرض بعده ولا ورم بعده. اللهم عجز الأطباء إلا بالبتر والقطع. اللهم عجز الأطباء إلا بالبتر والقطع والإشعاعات والكيماويات. ونتج منه طوال فترة العلاج سقوط الشعور وضعف القوى وتقرحات في الجسد يا رب العالمين. اللهم عجز الأطباء وأنت الطبيب. اللهم إن كلامك وآياتك أقوى وأحكم وأسلم عاقبة من العلاج الكيميائي وما ينتج عنه من إصابات بسرطان الدم أو تدمير لخلايا المبيضين وما يسبب من عقم وما قد يؤدي إلى التهابات الرحم وسرطان الرحم والنزيف والتهابات الأوردة. اللهم إن كلامك شفاء ورحمة. إن كلامك شفاء ورحمة. اللهم احفظ نساءنا من سرطان الصدر. اللهم واشف كل مصابة منه يا رب العالمين. اللهم أحط به وحد من انتشاره. اللهم أحط بالأورام. إنك على كل شيء محيط وبكل شيء محيط. اللهم أحط بكل الأورام وحد من انتشارها. اللهم احفظ الصدر وما وعى. اللهم احفظ صدرها وجسدها من سرعة انتشاره وتعدد خلاياه وكثرة خلاياه. اللهم أنزل آياتك بردا وسلاما. اللهم أنزل آياتك بردا وسلاما رحمة وشفاء. اللهم وأنزل آياتك قاصمة وحارقة لكل خلية سرطانية. اللهم وأنزلها قاصمة وحارقة لكل خلية سرطانية ومخمدة لكل خلية يا قوي يا متين. اللهم أنزل آياتك التي لو أنزلتها على الجبال تصدعت. اللهم أنزل آياتك قاطعة وباترة لكل خلية. اللهم أنزل آياتك التي لو أنزلتها على الجبال لتقطعت ونسفت ودكت وسوت. اللهم اجعل هذه الأورام كأن لم تكن. اللهم اجعلها حصيدا. اللهم اكتب لمن أصبنا بسرطان الصدر شفاء وسلامة وأجرا عظيما. اللهم ارزقهن الصبر والاحتساب ولا تجعلهن من اليائسات القانطات. اللهم وعجل لهن بفرج قريب وشفاء لا سقم بعده. اللهم واكفهن كشف العورات. اللهم واكفهن كشف العورات وخسارة الأموال في العلاج. واكفهن من كادهن من الحاسدين والحاسدات والساحرين والساحرات والشياطين يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قست قلوبكم ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر لما يتفجر لما يتفجر لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها فدمرناها تدميرا فدمرناها 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 تدميرا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا 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 ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت 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 وأذنت لربها وأذنت لربها وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت تكاد السماوات يتفطرن منه يتفطرن منه يتفطرن منه يتفطرن منه يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق 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 الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا 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 وتخر الجبال هدا ويوم تشقق ويوم تشقق ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا 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 ثم شققنا ثم شققنا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وانشق 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 القمر وانشقت السماء وانشقت 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 السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية
واهية واهية فهي يومئذ واهية فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لننسفنه في اليم نسفا فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا العشار عطلت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم
بحجارة ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول ويرسل الصاعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصاعق ويرسل الصاعق فيصيب بها من يشاء ثم أماته ثم أماته ثم أماته ثم أماته ثم أماته فأقبره كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت إذا دكت إذا دكت إذا دكت كلا إذا دكت الأرض دكا 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 فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا فلما تجلى ربه للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها 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 تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا والأرض بعد ذلك دحاها 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 والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها أفلا يعلم إذا بعثر إذا بعثر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ما في الصدور ما في ما في الصدور ما في الصدور ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا 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 ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه نزعناها منه نزعناها ثم نزعناها ثم نزعناها ثم نزعناها منه نزعناها منه نزعناها 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 ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت 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 وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتكوى بها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إنه عليم بذات الصدور. أو خلقا مما يكبر في صدوركم وربك يعلم ما تكن صدورهم يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وعلى كل ضامر أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا 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 من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فأنى يبصرون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أسحر هذا أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم
ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى فقلنا اضربوه ببعضها اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض تسوى بهم الأرض تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها أحاط بهم أحاط بهم أحاط بهم سرادقها أحاط بهم سرادقها أحاط بهم أحاط بهم سرادقها
وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حصيدا خامدين، حصيدا خامدين، حصيدا خامدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. قلنا يا نار كوني بردا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بردا وسلاما، بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام، سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، أن يخفف عنكم، أن يخفف عنكم، أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم.
أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد. ليقطع طرفا، ليقطع طرفا، ليقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم، أو يكبتهم، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وزهق الباطل، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، هدى وشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين، فهو يشفين، فهو يشفين، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث، والذي خبث، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. يخرج من بين الصلب والترائب، 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 يخرج من بين الصلب والترائب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، 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 ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب، لا يمسنا فيها نصب، لا يمسنا فيها نصب، ولا يمسنا فيها لغوب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، أني مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.